كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لها موقف ثابت وعادل لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف السيد الرئيس في كلمته أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. مصر لها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله إيه؟ بنقول إن إحنا الشعب الفلسطيني من حقه إن هو يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وإحنا أنا أستطيع أن أتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، أنا ممكن أستطيع أن أنا أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني.